من مواطن الجمال، مسؤول أمام ضميره، يصور الكاتب ضميره قاضيا يسأل الناس عن تصرفاته، والإنسان مسؤول أمامه. لذلك لا أسمي الكريم كريما علاقة توضيح لما سبق. السر والعلانية بينهما تضاد يبرز المعنى ويوضحه. يبكي قلبه تعبير جميل يصور القلب بإنسان يبكي، وهذا يدل على الرحمة والرقة. يقضي على نفسه قضاءه على غيره تعبير يدل على قمة العدل مع النفس. حتى يصدق في أفعاله صدقه في أقواله ترتيب دقيق، لأن صدق الأفعال يترتب عليه صدق الأقوال. نفسه وغيره بينهما تضاد يبرز المعنى ويوضحه ويفيد الشمول والعموم، وكذلك تضاد بين أفعاله وأقواله. أسئلة مجاب عنها: السؤال الأول، ما الخلق ومتى ينشأ؟ والجواب: الخلق هو شعور الإنسان أمام ضميره عما يجب أن يفعله، وينشأ منذ الصغر مرتبطا بالدين والقيم والمبادئ. السؤال الثاني، ما الميزان الدقيق الذي وضعه الكاتب للأخلاق الكريمة؟ والجواب: الميزان الدقيق هو الضمير. السؤال الثالث، للصادق صفات يجب أن يتحلى بها، اذكر هذه الصفات. والجواب: أن يصدق في أقواله وأفعاله. السؤال الرابع، ما معنى أن يكون الإنسان مسؤولا أمام ضميره؟ والجواب: معنى ذلك أن الضمير هو الرقيب على تصرفات الإنسان. السؤال الخامس، من الكريم في نظر الكاتب؟ والجواب: الكريم هو من يتصدق في السر كما يتصدق في الجهر، وهذا يدل على عدم الرياء. السؤال السادس، متى يكون الإنسان عادلا؟ والجواب: إذا حكم على نفسه قبل أن يحكم على غيره. الفكرة الثانية في هذا النص، الضمير اليقظ يهدي صاحبه إلى الطريق المستقيم. لا ينفع المرء أن يكون زاجره عن الشر خوفه من عذاب النار أو خوفه من القانون، وإنما ينفعه أن يكون ضميره قائده الذي يهتدي به، ومناره الذي يستنير بنوره في طريق حياته. نتناول بعض المفردات. كلمة ينفع معناها يفيد، والمضاد يضر. خوفه أي خشيته، والمضاد أمنه. زاجره أي مانعه وناهيه، والجمع زواجر. يستنير أي يستضيء. أما كلمة المنار فهو موضع النور، والمراد هنا أي يهديه ضميره. جمع منار منارات ومناور ومنائر. كلمة الشر معناها السوء والفساد، وجمعها شرور، ومضاد الشر الخير. كلمة عذاب معناها عقاب ونكال، والجمع أعذبة. أما مضاد كلمة عذاب فهو ثواب. قائده أي هاديه ومرشده، والجمع جمع قائد، قواد وقادة. الشرح: إن الضمير الحي هو الذي يحرك المشاعر النبيلة، وهو القائد الصحيح إلى الطريق السليم. فالإنسان يبتعد عن الشر لأن ضميره يأمره بذلك، لا خوفا من العذاب أو من لغة القانون، فإنه إن ترك الشر خوفا فهو بعيد عن مكارم الأخلاق. من مواطن الجمال: زاجره عن الشر تعبير جميل يصور الخوف بصورة إنسان زاجر مانع.
ضميره قائده يصور الضمير بقائد يقود الناس. ضميره مناره يصور الضمير بالمنار الذي يرشد ويهدي ليدل على أثره في هداية الإنسان. إنما ينفعه أسلوب قصر أداته إنما، وغرضه التخصيص والتوكيد خوفا من القانون، تعبير جميل، حيث صور القانون بالوحش المخيف. الفكرة الثالثة: مظاهر الأخلاق الطيبة. الخلق هو الدمعة التي تترقرق في عيون الرحيم كلما وقعت عينه على منظر من مناظر البؤس. نتناول بعض المعاني والمفردات: الدمعة القطرة من ماء العين، وجمعها دمع وأدمع ودموع. تترقرق أي تتحرك، أي تتحرك، ومضادها تسكن وتثبت. كلمة البؤس معناها شدة الفقر والشقاء، ومضاد البؤس الغنى والسعادة. الشرح: يتحدث الكاتب هنا عن بعض مظاهر الأخلاق الحميدة، ومنها الإحساس، ويظهر في الدمعة التي تسيل من عين الإنسان حينما يشاهد فقيرا أو بائسا وهو لا يستطيع التخفيف عنه. من مواطن الجمال في هذه الفكرة: الخلق هو الدمعة، تعبير يدل على شدة التأثر، وفيه تصوير للخلق بالدمعة. تترقرق الفعل المضارع يدل على التجدد والاستمرار واستحضار الصورة. الفكرة الرابعة: الدفاع عن الوطن من مكارم الأخلاق. الخلق هو الصرخة التي يصرخها الشجاع في وجه من يجترئ على إهانة وطنه أو العبث بكرامة قومه. من معاني المفردات: الصرخة أي الصيحة الشديدة، والجمع صرخات. العبث معناها اللهو، والمراد بها الاستهانة. أما مضاد العبث فهو الجد. يجترئ أي يجرؤ، والمضاد يجبن. إهانة معناها إذلال وتحقير، ومضادها إعزاز وتعظيم. الشرح: إن الدفاع عن الوطن لهو من مكارم الأخلاق، فالحر هو من يصرخ في وجه العدو الذي جاء يغتصب أرضه ويحطم كرامته ويستهين بكرامة الشعب. من مواطن الجمال: الخلق هو الصرخة، تعبير جميل يدل على الشجاعة في مواجهة الظلم، وأيضا فيه تصوير للخلق بالصرخة. إهانة وطنه، كرامة قومه. بين التعبيرين توافق صوتي له تأثير موسيقي واضح. الفكرة الخامسة: الخلق الحق هو أداء الواجب لذاته. يقول الكاتب: وجملة القول أن الخلق هو أداء الواجب لذاته بقطع النظر عما يترتب عليه من النتائج. فمن أراد أن يعلم الناس مكارم الأخلاق فليحيي ضمائرهم، وليثبت في نفوسهم الشعور بالرغبة في الفضيلة والنفور من الرذيلة. معاني المفردات: جملة القول خلاصته، بقطع النظر أي بصرف النظر. فليحيي أي يوقظ، والمضاد يميت. الفضيلة أعلى في الخلق الحميد درجة، والجمع فضائل. أما كلمة الرذيلة فمعناها الصفة الذميمة، والجمع رذائل. ذاته أي حقيقته، والجمع ذوات. مكارم أي الأخلاق الحميدة، والمفرد مكرمة. الرغبة
جمعها رغبات ومضادها نفور. النفور معناه البعد والكراهية، أما كلمة الخلق المقصود بها الخلق الكريم. الشرح: يختتم الكاتب النص بتحديده معنى الخلق الكريم، وهو أن يؤدي الإنسان واجبه بدافع من ضميره الحي بصرف النظر عن الخوف أو العقاب أو الثواب. وإذا أردنا أن نعلم الناس مكارم الأخلاق فلنغرس في نفوسهم حب الفضيلة وكره الرذيلة. بعض مواطن الجمال: فليحيي ضمائرهم، وكلمة فليثبت كل منهما أسلوب أمر غرضه النصح والإرشاد، وفيه تصوير للضمائر كأنها أشخاص تحيا. بالتعبير الأول، فليحيي ضمائرهم فيه تصوير للضمائر كأنها أشخاص تحيا. الرغبة في الفضيلة والنفور من الرذيلة، بين التعبيرين مقابلة تبرز المعنى وتوضحه، وبين العبارتين أيضا توافق موسيقي له تأثير جميل في النفس. أسئلة وجاب عنها. السؤال الأول: ذكر الكاتب نماذج بشرية تتصف بالخلق الكريم، اذكر هذه النماذج ثم بين سبب اتصافهم بالخلق الكريم. والجواب: النماذج البشرية التي تتصف بالخلق الكريم التي ذكرها الكاتب: رقم 1، من يشعر بالمسؤولية أمام ضميره. 2، الكريم في السر والعلانية. 3، رحيم القلب. 4، الصادق قولا وفعلا. 5، العادل مع نفسه وغيره. 6، صاحب الضمير الحي والشعور الرقيق. 7، الوطني الشجاع. 8، المؤدي واجبه لذاته. وسبب اتصافهم بالخلق الكريم أنهم صادقون لا منافقون. السؤال الثاني: كيف نعلم الناس مكارم الأخلاق؟ والجواب: 1، بإحياء ضمائرهم. 2، بنشر الوعي الديني بينهم. 3، بالقدوة الصالحة لهم والتربية السليمة. السؤال الثالث: ما الدوافع التي تبعد الإنسان عن الشر غير الضمير؟ والجواب: الخوف من القانون. 2، الخوف من عذاب النار. السؤال الرابع: ما مظاهر الأخلاق الكريمة بين الناس؟ والجواب: أن يصرخ الإنسان الشجاع في وجه من يهين وطنه وقومه ويقاومه بكل ما أوتي من قوة. السؤال الخامس: قال الكاتب عن الإنسان الرحيم: هو الذي يبكي قلبه قبل أن تبكي عيناه. ثم قال بعد ذلك: الخلق هو الدمعة التي تترقرق في عيون الرحيم، إلى آخره. هل ترى تناقضا بين القولين؟ والجواب: نعم، هناك تناقض لكن في الظاهر. في القول الأول أن يكون بكاء العين دليلا على الرحمة، وفي الثاني أثبت أن الدمعة تدل على الرحمة. ويمكن التوفيق بينهما بأنه بالقول الأول نفى أن يكون بكاء العين وحده دليلا على الرحمة، بل لا بد معه من بكاء القلب وفي الثاني أثبت أن الدمعة تدل على الرحمة إذا كانت نابعة من إحساس صادق بحالة البائسين كلما رآهم.